نصبحكم بالخير. وصارت معنا ست منال عبيدة جاهزة بالمطبخ، مطبخ دنيا دنيا، لتحضر لنا اليوم يعني ابداعات جديدة. ان شاء الله. كيفك؟ تمام الحمد لله، اليوم صوتي احسن. كنت تعبانة؟ كنت يعني تقريبا شبه رايح يوم السبت. سلامات. يعني بس مش الحال. لا هو يعني صوتي كان رايح، بس ديالا حكت لي قديش ابدعتي، قعدت توصف لي البندورة، حطيت عليها الزيت والسكر. هاي البندورة البروسكتا باللبنة، والبندورة المشوية بالفرن مع شوية سكر وخل. حلو، ذاكي يعني لازم تجربوها. هاي راح اجربها، بوعدك اليوم. خلص اليوم تمام. لازم اجربها. راح نعمل ايش اليوم؟ اطباق برياني. تمام، راح نعمل برياني بالخضار، من غير يعني عاده متعودين على البرياني بلحمه وجاج. احنا اليوم راح نعمله بالخضار، وراح نعمله بطريقه مختلفه شوي عن البرياني التقليدي. يعني حلو. سهل، قريب على فلفله الرز، من انه نسلق الرز وبعدين نعمله طبقات زي البرياني التقليدي يعني. تمام. وراح نعمل دجاج بالهندي يعني بالجرام مسالة والعسل. حلو. وبعديها ان شاء الله راح نسوي كريم كراميل بالتمر وسلطه العدس بالحلوم. كلها اشياء غريبه عن جد، يعني عشان نجدد يعني. طيب خلينا اذا نبدا بالبرياني، المقادير لشو رح نحتاج، وبعد البرياني رح نشوف كمان مقادير الدجاج بالعسل. برياني الخضار بنحتاج لمعجون البرياني معلقه صغيره من بهارات الجرام مسالا، كمون، ملح، فلفل اسود، قرفه وكزبره مطحونه، نص بصله من مفرومه ناعم، واربع حبات ثوم وقطع صغيره من الزنجبيل. هذا لمعجون البرياني. للبرياني بنحتاج 8 حبات كبشه قرنفل، 5 حبات هيل مكسره، 4 حبات بندورة صغيرة مقشرة ومفرومة، 3 معالق طعام كزبرة خضراء، كوبين رز بسمتي منقوع مدة 20 دقيقة ومصفى، 2 كوب خضار مشكل ومقطع، وطبعا مي مغلية أو مرق لطبخ الرز. تمام. هلا اول شيء بدنا نبدا فيه، بدنا نعمل المعجون اللي بيخلي يعني بيطلع كل النكهات، اللي بدي احط فيه البصل. حطيت البصل وحطيت الثوم بمطحنة يعني اكل، وممكن ست البيت اللي ما عندها تفرمهم ناعم ناعم ايدها اذا بتقدر. في عندي الزنجبيل، انا بتذكر بحلقه يمكن قبل سنه وشوي كنت معاكي برضه وفرجيت، او مع رندا مش عارفه وقتها، وفرجيت كيف منقشر الزنجبيل بالمعلقه عشان تسهيل العمليه. في ناس كثير بتتغلب في تقشيره لانه هو فيه شروش كثير. طب ليه بالمعلقه؟ اسهل هيك، خلص هاي طريقه سهله يعني، ما بدها كثير، بدهاش يعني، وبروحش كثير من الزنجبيل. لما تقشريه بالسكينه مرات الشروش بتعلق بالسكين. أوكي. زائد انه بيروح جزء منه يعني عندك من هذا. اوكي، انا للسرعه بس بتقشريه وبتقطعيه بطرف المعلقه بس هيك، وبدنا نحطه بالميكسر. عندي الجرام مسالة، هلا رح احكي شوي عن الجرام مسالة بس نبدا شوي بالطبخ كيف ممكن ست البيت تعملها بالبيت. وراح احط البهارات، حكينا معلقه كزبره صغيره وكله حكينا يعني، هي معالق. انا دائما بحكي البهارات بالذات شيء يعني بيعتمد على الناس هم شو بحبوا، تكتروا تقللوا. بالضبط. حطيت انا كمون برضو معلقه، وبدي احط قرفه، وبدي احط ملح وفلفل اسود. في ناس بتحب تحط له شطه، فلفل حر بصير اكيد، لانه البرياني الاكل الهندي معروف انه حار. هلا رح اعمل شويه ازعاج، معلش. هلا ليصير شويه معجون بدي اخذ شويه صغيره مي، يعني معلقه او معلقتين. ما في عندي مي هون. وهذا رح يكون الاساس او البيس اللي رح يطلع لي كثير نكهات هيك. تمام. هلا انا بالمقادير بالمناسبه نسيت اكتب سمنه او زيت حسب يعني شو الناس بتفضل. ففي عندي معلقه منيحه كبيره سمنه، انا بحب السمنه بالرز بحسها بتفرق بالنكهه. تمام. هلا اذا اللي بالواحد عامل دايت بيقدر يستعمل زيت، بس بالنهايه على كل حال هي السعرات نفسها. نفس السعرات؟ نفس السعرات، بس هي الفات يعني الدهون. الدهون اللي جواتها. بالضبط. هلا حطينا الزنجبيل والبهارات بالخلاط والبصل والثوم. البصل والثوم، وهذا هو المعجون اللي احنا حاطين مقاديره يعني. عنا. وهلا بدي احط عندي المعجون عشان بدي ابدا اطلع الريحه يعني عندي تمام. على فكره انا بس اعيد المقادير.
بكون مركزة، يعني إنه مش على الفاضي. لا ممتاز. يعني من الأمور اللي هيك كل ما تعيدي إيش عم بتحطي بنحفظ، فبنقدر بيصير التطبيق أسهل. أما إذا فجأة لقيناه بنعرف إيش نحط بالضبط. وفي ناس كثير قالوا لي وأنت عم تطبخي يعني نصحوني إحكي لهم إنه إحكي عيدي المقادير على أساس إنه أنا بحس هيك بتعلق أكثر. بالضبط بالضبط. هلا بدي احط عندي اللي حتى حكينا فيه هيل وكبش قرنفل، برضه بحطهم بالبدايه عشان انا بدي هدول صحاح. يعني عادي لو الواحد لما يعني بده ياكل بلاقيهم بقيمهم، ما في مشكله. تمام. والهيل بهمني انه يكون مشقوق شوي على اساس يطلع عنك. ها بالضبط. هلا بدي اتقلب شوي، يعني تتقلب يعني تتدبل. بدي افرم شويه كزبره، عندي حوالي 3 معالق اطعام كزبره. برضه هذا إشي نرجع نحكي اختياري. انا الكزبره يعني بنقيها بفرمها بعروقها لانها كثير طريه، ما في مشكله يعني مش زي البقدونس مثلا. لازم الواحد الهندي والاكلات هاي بحس بدها كزبره دائما دائما. كزبره وثوم وبهارات وفلفل اكيد. طيب منال، بدي اصبح على بيان عجوري، شكرا لك. بسمع بيضات الكل عم بيسلم عليك، بيقول لك سلامتك يا منال. الله يسلمك. فرح غانم، لؤي ابو زيد، وسيرين راضي، راما الوح، ومحمد الزعبي، جميل رمحي، علاء الدين، سلام، وريما حوراني. هلا حطينا الكزبره، وبعدين برضو راح احط يعني انا زي ما حكيت البرياني التقليدي عاده يكون في عندي طنجره كبيره مليانه مي مملحه وفيها شويه زيت، بسلق فيها الرز. اوكي. وبعدين بتكوني مثلا اذا فيها بطاطا او دجاج بتصير تعملي طبقات، طبقه رز بعدين الدجاج، الدجاج والبطاطا مثلا، وبعدين طبقه الرز الثانيه، وتتركيها بيكون اصلا كل شيء مستوي. وبعدين تتركيها على النار هيك تتسبك كلها مع بعضها مسكره منيح. اليوم راح اسهل على المشاهدين، انا بدي اعمل شيء يعني زي فلفله الرز العادي. هلا بدي اضيف عندي البندوره. يعني انت ما راح تعملي هلا هاي الطريقه؟ لا راح اعمل طريقه مختلفه شوي. ندب البندوره شوي، شوية ملح، احنا ما ننساش انه حطينا ملح بالمعجون فبدناش الملح زيادة. وانا عندي هون برضو مرقة دجاج عم تغلي، تقدر تستعملوا مي اللي ما عنده مرقة دجاج ما في مشكلة. اوكي. وفي عندي خضار مشكلة مفرزة، انا يعني استعملت مفرزة، فيكم تستعملوا فريش، اي نوع خضار بدكم اياه يعني الموجود. استعملها كده شوي كتير ومنقلبها. هلا بديها شوي تتسبك مع سوا قبل ما اضيف عليها الرز. وبهالوقت قبل ما هي تتسبك ممكن نحكي عن الجرام مسالا. اوكي. كبهارات، لانه ممكن تشتروها جاهز، يعني فيكم تشتروها جاهز اكيد بتكون مكتوب عليها جرام مسالا، بس جرام مسالا يعني هي خلطه بهارات وهي مشهوره بالهند وباكستان. صح. في كل ممكن عطار او كل مثلا حتى منطقه بالهند يمكن لها خلطتها الخاصه بالجرام مسالا، زي الكاري هو مش بهار واحد، هو خلطه بهارات. فانا بالمناسبه بالمدونه عامله بوست كامل على اسمه جرام مسالا اللي بيحب يرجع له كمان. بس اليوم قلت للي بيحب يسجل بتيكم تعملوها بالبيت. هي عباره عن معلقه طعام كمون وواحد ونص معلقه صغيره كزبره، كله ناشف طبعا عم نحكي، واحد ونص معلقة صغيرة هيل مطحون، واحد ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة كبش قرنفل مطحون، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب مطحون. خليني أعيدها كمان شوي. أكيد هلا راح يصير عندهم فضول. طب هلا هاي المعلومات إيش بتكوني عاملة عنها سيرتش منال؟ يعني لما تكون خلطة بهارات بالضبط. هلا أنا بجرب يعني بكون طبعا أكيد بكون عاملة عليها سيرتش وبتجرب الطعم، بجرب الطعم واللي بلاقيه أزبط بالآخر هو اللي بعتمده. وأنا هذي اعتمدتها يعني بالنسبة لي. إذا كمون وكزبرة وهيل، فلفل أسود، قرفة، كبش قرنفل، وجوزة الطيب. تمام. أوكي، هدول هم عبارة عن جرام مسالة، يعني إذا حطيناهم كمشه بتعطينا الطعم. بالضبط. زهرة الأمل تحكي لك منال أكلاتك تعون امبارح كلهم عملتهم وكثير عجبت العيلة، يسلموا إيديك. صحتين وعافية. سوسن السيد من جد تحياتنا إليك. أم فهد، رنا حامد، عبد الله توفي، بسمع بيدات، وعبير مزايدة تحياتنا إلكم، نصبحكم بالخير جميعا. أوكي، نرجع للبرياني شوي. هلا رح أحط له عندي الرز، أنا نقعت الرز غسلته ونقعته شوي، رز بسمتي طبعا.
وبنقلب. مرام تحكي لك دائما عندي مشكله بالبهارات. ليه؟ بيطلع قليل عندها البرياني والكبسه، انه ما بتعرف الكميه الصح. دوقي يا مرام انت، وانت لما هلا بدي احط المرقه بدوق. بدك تدوق هلا لما احط المرقه بدوق المرقه اذا طعمتها ببهاراتها منيحه قبل ما تحطيها على الرز دوقيها. اذا ما هلا ضيفي شويه بهارات معلش. بس هي دائما البهارات اذكى انها تنضاف بالبدايه، ما بدي احرك كثير عشان ما اكسر الرز. وبضيف عندي المرقه اللي عم تغلي هون. هلا بالنسبه لكميه، بنسال كثير هذا السؤال، قديش كميه المرقه بالنسبه ل او المي بالنسبه للرز البسمتي؟ دائما مضاعفه، يعني حطيت كاستين رز بحط كاستين مي، سوري اربع كاسات مي. يعني وهكذا. بس يعني العادي. الرز العادي بده كميه مي اقل، البسمتي بياخذ مي اكثر. البنت اقع اكثر ايش هو الرز؟ انا بنقع الاثنين صراحه. في ناس كثير بتغسله مزبوط، يعني فيكي تغسليه مزبوط. هلا لما ما بتنقعي بدك مي اكثر، لانه يعني النقع بيخلي زي اي شيء بتسلقيه ناشف. بس تنقعي اكيد بتدخل المي، بصير اسهل انه اسرع يستوي، وبدوش مي كميه مي اكبر كبيره يعني. هلا بس بدي ادوق انا الملح. الدجاج بدا يحكي معنا هناك، بدنا نقلبه على عبروني. في أم سيف الزعبي صباح الخير، ومعيشة عودة صباح الخير، شكرا منال على الطبخات الزاكية. إذا بنقدر هلا إذا في وقت بشكل سريع بنعيد طريقة الدجاج بالعسل، لأنهم عم بيسألوا شو الخطوات. تمام، الدجاج بالعسل إحنا شو عملنا؟ حطينا استعملنا فخاد الدجاج لأنها قلنا فيها فليفر أكثر، فيها طعم أزكى. حطينا عليها ملح وفلفل أسود شوي، وحطينا عليها بهارات جرام مسالة، وحطينا عليها بابريكا. وبعدين يعني على بقلاية بزيت زيتون حامي شوي، حمرناها على الجهتين وبس استوت طفيناها بالليمون وبالعسل، خلصت فكت. خليها بس شوي انها يعني تتكرمل، خلينا نقول مع العسل والليمون على اساس الطعم تكون. طب انا بهذا الوقت راح اذوق السلطه. تمام، بدك تذوقيها لازم مع دريسنج، لانه ما فيش عليها دريسنج. لا راح احطه بصحن بديرون هنا. أوكي. أي إشي مع حلوم بحبه. زاكي. تمام. في الغاز. مين مقهور إني عم بدوق؟ خالد. يعني مش عارفة إذا مقهورين، لأنه السلطة الشباب مش كتير مع السلطة. بدخلوا في الموضوع الشباب. بدناش نزعلهم. سامع انت بتأتي. زاكي. لا بمزح، لسه ما دقت. اوكي.